طيب اذا شفنا اللي فات كله في مقال ومقال وازمه الكاف وتداعياتها، لكن كلام كثير مهم في الغربال. صدق ويجب ان تصدق، مباراه تخلص برقم قياسي من الاهداف واذا بها تنتهي 2-2 يا باشمهندس. اللي شاف المباراه الاهلي وفيتا كلاب اعتبرها نموذج للمباريات، مباريات الفرص الضائعه. مباراه مخيبه للامال، مزعجه جدا جدا جدا. طبعا كالعاده انا بشجاعتي ما بتفرجش، لكن بقلب كل شويه اعرف النتيجه. فوجئت ان الشوط الاول في اللحظات الاخيره استقبل الاهلي هدفا تقريبا من ثاني هجمه او اول هجمه. ايوه. هذه النكد. لكن في الهاف تايم لقيت من تعليقات الجماهير قدر كبير من التفاؤل. الاهلي بيلعب مباراه جيده وطيبه، لكن ايه تضييع الفرص دي؟ في غضب لكن غضب فيه تفاؤل. أيوه. لكن هنكسب 3-1. أيوه. الشوط الثاني. ايوه. وبعدين جون في الثاني في دقيقتين، مفيش اجمل من كده بقى. وبعدين انا بيني وبينك استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب، بقلب لقيت واحد بيقول والله ما ضربه جزاء يا اخوانا، حرام عليك. ف يعني دقيقه 88 ضرب جزاء على النادي الاهلي، اجمع الجميع بما فيهم، حتى لما طلع كابتن نادي فيتا يتكلم ما اجزمش، قال هو الحكم حسبها، احنا يعني استفدنا منها وكويس، شايفين انها ضربه جزاء، لكن حتى لو ما هياش ضربه جزاء كره القدم تحتمل، اذا ما قالش ضربه جزاء مؤكده. كره القدم فيها يجازك انه ما حصلش تلامس اصلا. ده والكره بره 100 حاجه يعني تخليك واضح ان هو ما شافهاش، هو كان بينه وبين اللعيب لعيب، الصوره لو جت من بعيد هتشوف الكلام ده. اهو بيسقط من غير ما حتى عمرو سلية يلمسه، لحظه السقوط ما فيش حاجه. يعني حاجه غريبه جدا. ما علينا، وهو دي كانت يعني بدايه السقوط من بره ودخل. ما علينا، اتحسبت بقى امرنا لله واتحطينا في هذا الموقف. تعتبر من الايام الغير يعني مفهومه ودراما عاليه جدا زي ما قال موسيماني، وشيء لا يصدقه عقل. لكن اللعيبه بقى في رسائل، زي ما قلت رساله للجمهور، لازم نقول رساله للعيبه يا استاذ ابراهيم. يا جماعه تضييع الفرص بيبقى لعده اسباب، بتبقى عامل اللي عليك، بتتصرف صح مفيش توفيق، او بتتصرف بقرار خاطئ مره واثنين وثلاثه، عندك قدر كبير من المسؤوليه. وانت في اللحظات الاخيره بعد المتابعه والدراسه اتضح ان كان في اكتر من قرار، غير ان الناس تشوط لو بصيتها لبعضها جوه ال 18 كنا جبنا جوه حتى بعد التعادل. ايوه. اذا خلينا نقول، هو احنا هنصدق بقى الكلام اللي بيتكتب علينا في السوشيال ميديا وهنعيش الفيلم ده مع جماهيرنا؟ وهنا ده اللي بقوله، ما مش عايزين يعني، انا مش ما اقدرش اغير دماغ الجمهور، ما ينفعش، لان الجمهور قلنا شرايح كتيره وثقافات مختلفه وشخصيات، بعضها الانفعالي، بعضها الهادي، بعضها العقلاني، بعضها العاطفي. فمش هقدر ان انا اغير في اما اقول له والنبي ما تكتبش بالطريقه الفلانيه عشان تساعد فرقتك، لا تهلل قوي، اللي على فكره اللي بيهلل قوي بيضر فرقته بنفس القدر من اللي بيهاجم. لان لما معايش انا لعيب بقاله شهر القاضيه 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 القاضيه، عايز يكررها من غير ما يحس، ما بتهموش بحاجه، لكن من غير ما يحس بيحس ان هو بقى لو جاب يجدد القاضي، لا، خلينا نلعب كره طبيعيه بقى. لان الكره الطبيعيه بتقول لما اكون هنا اباصي كده للي اضمن، او لو في زحمه الموقف الاسهل، او في زحمه اخد القرار من اول لمسه، اشوط مره واحده في الدربكه. محمد شريف عمل كده وجاب الجول، يعني خد القرار عمل كده. بالمناسبه قفشه في التشكيل المثالي اللي كان في الجوله ديت عمل ماتش هايل. بس احنا بنتكلم احيانا القرارات. يبقى انا نصيحتي بقى، مش قادر انصح اللاعب غير انه ما تتاثرش بالسوشيال ميديا. صعبه؟ صعبه، ليها طريقتين، يا ما تابعش ورايح دماغي، لان زي ما بيشيد بيا الجمهور هو اللي هينتقدني، هو وبنفس حماس الاشاده هيبقى حماس الانتقاد. ليه لا؟ هو ده جمهور عاطفي،
بيبلغ ذروته مع كل حدث. فانت يا ما تتابعش خالص، ده الافضل وهو الاصعب، او تتابع وتفهم ان زي الاشاده ما بتيجي النقد اللاذع المؤذي المتعب بيجي. طب وانت الحل بقى هنا ايه؟ تبقى الشخصيه القويه، ما تفرحش قوي بالاشاده، ما تزعلش قوي من النقد. ده كان صالح سليم يقوله لي. يا عدلي انا ما بفرحش ان الناس تهتف لي بشكل شخصي مبالغ فيه، لان عارف انهم هينتقدوني بشكل شخصي مبالغ فيه. فلا بفرح قوي ولا بزعل قوي. التعادل انا بكون صادق مع نفسي، احاسب نفسي. يا ريت نعمل كده. طب ده كلام مهم جدا، كلام مهم للغايه. ازاي تقدر الناس فعلا تستقبل كل الاحداث بعقلانيه شويه بدون تهليل او تهويل؟ لكن لفتت الانتباه للعيبه اللي المهندس عدلي قالها محتاجه فعلا التاكيد عليها. محدش يجي يقول للخواجه غلط وعدل وسوى وغير وبدل. الخواجه اختار سيناريو للمباراه، اختار تشكيل للمباراه، اعتمد استراتيجيه للعب، خلقت كل هذه الفرص غير المسبوقه. ماتشات كتيره الاهلي بيلعبها مع فرق ممكن تكون في الدوري المصري اقل بكتير جدا في قوتها من فيتا كلوب الكونغولي. ما بيحصلش للاهلي كل هذا الكم من الفرص. ليه؟ اذا ده يحسب لموسيماني وجهازه الفني، انه الراجل درس المنافس بشكل كويس قوي، استغل نقاط الضعف بتاعته كويسه جدا، اختار اسلوب لعب مكن الاهلي من كل هذه السيطره لدرجه انه يتاح لي في الشوط الاول فرص حقيقيه للتسجيل. مباراه تخلص 7-8 في الشوط الاول فقط. اذا الخطا فين؟ انا شخصيا ما بملش كتير لحته اصل البخت مش معانا وغياب التوفيق. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. خد القرار الصح ونفذ الصح. كل الاسباب غالبا بالظبط اعتلها وتوكل. دي قاعده. انما انا اكون في بوزيشن مش مناسب ان انا اسجل وزميل في مكان افضل، فانا اللي اتصرف. قرار يتاخر سنه، فشوط تيجي في رجل لاعب، كل ديت تتعلق بقرارات خاطئه داخل البوكس. لو اللعيبه، وده اتمنى، لانه انا حتى لما قلت لكم قبل الفاصل اللي شبكنا يخلصنا، دي لعيبه لعبت في كاس العالم للانديه، وصلت لثالث بطوله العالم، خدت بطوله افريقيا بجداره، عملت سيزون اللي فات بكل الارقام المدهشه جدا. ما هياش صعبه عليها لا فيتا ولا بيتا ولا كل الكلام ده. شرط ان احنا نركز، شرط ان احنا نثق في قدراتنا، شرط ان احنا نبقى عارفين انه مباراة كنشاسا اللي جاية هي مفتاح البطولة بإذن الله تعالى. بعيدا عن كل الحسابات اللي أنا هقولها لكم دلوقتي، الفوز بإذن الله على فيتا كلاب في كنشاسا يريحنا من كل هذه الحسابات يا باشمهندس. نتمنى، بس برضو لازم نكون واقعيين. أنا لست من دعاة التهيئة، يعني أنا كده مش بهيئ للنتيجة، لكن بقول في الظروف السهلة اللي هنا ما كانش لا في توفيق. لازم اعمل حساب نسبه التوفيق، لانك التوفيق مثلا ان الحكم ما يكونش موفق، ما هو ده اثر على نتيجه المباراه. ده خطا منه. التوفيق من عناصر كتيره، انت على ظروف مثاليه على ارضك لاسباب عديده، مش من ضمنها المستوى الفني. مستواك اعلى بكتير في هذه المباراه، مش بالضروره يكون مستواك هناك كده. ليه؟ هتلعب في حراره، هتلعب على ارض نجيل صناعي. هتقول لي اتمرن الظهر على ارض نجيل صناعي، اتمرن على ارض نجيل صناعي، لكن هرجع لنصيحه فايسر مش الظهر. نصيحه فايسر كانت بتقول لما تتمرن الظهر انت بتستهلك فرقتك، مخزونك، يعني ما بتقدرش تمرنه بكامل الطاقه. لكن انت لما تمرن بالليل حتى لو لعبت الظهر هتستحمل. ومش محتاجه دي وجهه نظر. على فكره دي مدارس. يا ريت دكتور يقول لنا ايه الصح. بس انا بفكر بسيناريوهات سمعتها. هل نتمرن الظهر على نجيل صناعي من هنا لميعاد المباراه، ولا الاحسن نتمرن بالليل على نجيل صناعي وقت المباراه؟ لكن التدريب على نجيل صناعي ده لازم اعتقد، لان النجيل الصناعي بيخلي الكره اسرع، بيخليها اكثر سخونه. يعني نجيل صناعي بيطلع منه حراره. وهو المدرب بتاعهم قال كده، لا احنا هنلعب في ظروفنا بقى. هو فرحان انه بيستدرجك لملعبه. ورغم كده ايه اللي قادر يخليهم يتعادلوا
وهم 35% ولا 28% 35% استحواذ واحنا 65 بكل الفرص دي، ربنا كريم يخلي لاعيبتنا ان شاء الله يكون اداء ودود. على فكره المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي كتب على صفحته منذ قليل انه اصيب بكورونا، بنتمنى له كل الشفاء للمهندس محمد سراج عضو المجلس باذن الله تعالى. الف سلامه عليه وعلى كل مريض، ربنا يشفي الجميع باذن الله.